بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم شريف من شركة اي سمارت. شركة اي سمارت احنا وكيل منتجات برو لينك وبرو راك. منتجات برو لينك هي منتجات الانفراستراكشر كلها، برو راك هي الركاب بكل احجامها وانواعها. اول منتج عندنا في منتجات برو لينك هو الار جي تولس بلاك. نفتح مع بعض الار جي ونشوفه. الار جي زي ما انتم شايفين كده مش محتاج ان احنا نقرجه بقراجة، هيكون معانا دباس عشان ندبس فيه الكابل، وموجود عليه الكاتيجوري بتاعنا A و B. احنا طبعا بنستخدم الكاتيجوري B. هنجيب الكابل بتاعنا ونقشر منه حتة قد كده بالظبط. ونبدأ نفرد الأزواج بتاعتنا بالشكل ده. نشيل جزء الحياة بتاعنا اللي في الكابل ده. ونشوف الكاتيجوري بتاعنا بي. لو ركزنا كده في الالوان هنلاقي ان اول حاجة ابيض برتقاني، برتقاني، ازرق، ابيض ازرق. نبتدي نرص الكابلات بتاعتنا في الجنب ده بنفس الترتيب، ابيض برتقاني، برتقاني، أزرق، أبيض أزرق. الشكل ده كده. ونقفل الجنب ده كده عليه كده. الكابلات بتاعتنا بقت ماسكه، مش هتخرج من الناحيه دي. نشوف الجنب التاني هنلاقي ان فيه ابيض اخضر، اخضر، ابيض بني، بني. نبدا برده نرص الكابلات بتاعتنا بنفس الترتيب، ابيض اخضر، اخضر، ابيض بني. ونقفل الجنب ده كمان كده. لو لقينا ان الجنب ده واسع ان هو يمسك في الكاب، بيجي معانا مع اللقمه الجنب اللي زي ده كده، بنحطه بالمنظر ده على الجنب ده ونقفل. لو الكابل مسك يبقى كده تمام، ممسكش معانا جنب تاني، نحطه في الجنب ده بنفس الشكل برضو. هنا ونقفل الار جي بتاعنا. الار جي بتاعنا ماسك وتقرج معانا بكل سهوله. شكرا.